تعالى يا غالي اقول لك في السريع على اجمل 3 حيوانات مهددين خلاص بالانقراض قريب من على كوكبنا، والاخير حرفيا مش هتصدق موجود منه قد ايه. يلا بينا. ورقم 3 فهد امور التلجي، واللي فعلا يعتبر واحد من اجمل انواع القطط البريه اللي ممكن تشوفها في حياتك ده لو لحقت تشوفه اصلا. وده يا صديقي بالتحديد لان عددهم بدا يقل بنسب كبيره جدا لحد ما وصل في سنه 2022 لحوالي 85 فهد تلجي بس في العالم كله. ورقم 2 سلحفاه المستنقع الغربيه، واللي تعتبر واحده من اندر انواع السلاحف البحريه في العالم، واللي دايما يا غالي كنا بنشوفها في فيلم السمكه نيمو لو لسه فاكرينه يعني. ورقم 1 والاخير الدولفين الابيض، واللي اتصنف يا غالي كاكتر مخلوق بحري مهدد خلاص بالانقراض قريب من على سطح الارض، لدرجه ان عددهم في اخر 10 سنين وصل لحوالي 35 دولفين ابيض بس في العالم كله بسبب صيد البشر ليهم. انت متخيل يا غالي الاستهتار؟ حتى الدلافين يا حبيب قلبي الناس مش سايباها في حالها. ودلوقتي بقى يا صديقي هستناك تقول لي رايك بكل صراحه، مين هو اكتر حيوان في الثلاثه هتزعل عليه فعلا لو انقرض في المستقبل؟ سلام.